السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في معلومة جديدة. النهاردة في ألمانيا المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا حكمت بحكم مهم جدا يتعلق بكل الطلاب اللي هيدرسوا الطب. كل الطلاب اللي هيدرسوا الطب في ألمانيا في الفترة الجاية. اللي حصل إن في ألمانيا أنت عشان تدرس الطب أنت محتاج تجيب نوت، محتاج تجيب تقدير أو علامة يكون تقريبا واحد. واحد دي يعني احنا لو قارناها بالعالم العربي يعني هي مثلا ايه فوق ال 95 مثلا، هنقول كده فوق ال 95% دي اللي هي ايه يعني ممتاز او جيد جدا. ماشي، فانت في المانيا عشان خاطر تدرس الطب محتاج تجيب تقدير واحد. فطبعا كل الطلاب بيقدموا وبيتم ما بينهم مفاضله او تنسيق اسمه نومروس كلاوزس، اسمه نومروس كلاوز. نومروس كلاوز ده بيختصر ب ان سي، معناته التنسيق او المفاضله. تقريبا بيقدم في المانيا في الطب حوالي 40,000، بياخدوا منهم حوالي 10,000، 9,000 وشويه او 10,000. يعني معناته من كل 4 طلاب بيتم اختيار ايه؟ واحد بس. فالمهم اغلب الجامعات العنصر الحاسم في اختيار الطلاب هو عنصر ايه؟ عنصر النوتر. عنصر النوت اللي هي التقدير او العلامه بتاعته في الثانويه العامه. ففي 3 طلاب المان شعروا ان هم مظلومين وحقوقهم مهضومه او حقهم الدستوري في المساواه في فرص الدراسه ضايع، فتقدموا بشكوى للمحكمه الدستوريه العليا، والمحكمه الدستوريه العليا حكمت النهارده حكم، اصدرت دار حكمها في الموضوع ده وقالت ان في اجزاء، مش كل العمليه، اجزاء في عمليه التقديم على دراسه الطب في المانيا مش دستوري. ولذلك فهي الزمت الجامعات وبالتالي الزمت الحكومه الالمانيه السياسه يعني انها تعمل تغييرات وتعديلات في عمليه ايه؟ عمليه المفاضله او عمليه التنسيق او عمليه منح مقاعد الدراسه. فقالت اول حاجه، قالت ان التقدير بتاع الثانويه العامه او علامتك في الثانويه العامه مش لازم يلعب الدور الرئيسي، يعني اوكي هيظلوا بيلعب دور بس مش لازم يلعب الدور الرئيسي. لازم الجامعات تفكر او السياسه ترغم الجامعات انها تفكر في عنصر تاني، معيار اختيار، معيار اختيار تاني. يعني قالوا ان هو لازم يبقى مش بس هي التقدير بتاعك، لازم يبقى في معيار اختيار تاني. وقالوا الاورتسفال او مكان الدراسه، يعني مكان الدراسه يعني مثلا واحده او واحد من شتوتجارت وعايز يدرس في برلين. شتوتجارت ممكن تكون بتاخد الجامعه بتاخد من واحد وهو قدم عايز يروح على برلين، فبرلين بتاخد من واحد ونص، برلين بتاخد من واحد. فبرلين ترفضه عشان هو مش جايب واحد، هو جايب بس واحد ونص. فقالوا لازم ان العنصر ده يتغير. وقالوا ان لازم يعني الجامعات والسياسه تفكر في ان تدخل عنصر تاني. العنصر التاني ده قد يكون ايه مثلا؟ هم يختبروا قدراتك الاجتماعيه، قدراتك في التعامل مع الاطباء، ممكن يشوفوا معلوماتك العلميه، ماشي، ممكن يكونوا قدراتك الاجتماعيه، يعني يشوفوا يختبروا يعملوا لك انترفيو، يعملوا لك تيست، يشوفوا بيها ايه قدراتك دي. طب الموضوع ده هيتطبق من امتى؟ المحكمه امهلت السياسه وامهلت الجامعات وقت الحد 31/12/2019، دي لو دي طول العمر، عشان يعملوا خطه جديده، خطه جديده ومعايير موحده على مستوى المانيا كلها، عشان تبقى موحده عمليه التقدم واختيار الطلاب للدستم، تبقى موحده ومعروفه واكثر شفافيه على مستوى المانيا. طب ده بالنسبه للطلاب الاجانب، يعني الطلاب الاجانب يعني هو 5% من المقاعد بيتم منحها للطلاب الاجانب، معنى كده ان مش هيكون بعد كده التقدير هو الحاسم. ممكن واحد يكون جايب اينس، اي نعم عدلوها جايب اينس بس ما عندوش قدرات، ما عندوش معلومات علميه، في حين ان ممكن واحد يكون مجموعه اقل وعنده القدرات دي. فهنشوف بقى الجامعات هتقرر ازاي في الموضوع ده. أشكرك وأتمنى تكون استفدت، وإلى اللقاء في فيديو جديد.